داغون في تنفيذياته الركنية يستعد وينفذ عمر بوردين فرصة خطيرة لكنها تحولت. يظهر من أمامنا نفس المعطى وصلت على الجهة اليسرى الآن والتوزيع من بن عياد الاستقبال داخل منطقة الجزاء. سراتي في الصراع مع تيم شريط المرور موجودة تسديدة قوية حيد من جانب شباب الوزداد هو بوسليو دائما حلول الدقيقة 30 تلعب داخل منطقة الجزاء الرأسية موجودة من ومراوغة تأتي من إسلام بكير ترك الحكم مبدأ الأفضلية إلى الجهة اليمنى الآن وجدت المساحة والتوزيع حاضرة الرأسية حاضرة أيضا الدولي الليبي أنس المصراتي ها هو بالرأس هنا استعد وليد يتقدم أرجي التسديدة قوية يا أرجي لكنها وتحولت لمصلحة النصرية. هنا مشروع هجمة خطيرة للنصرية تدخل موجود ترك مبدأ الأفضلية حكم المباراة رشيد نار مع حلول الدقيقة 38 فوزية والتسديدة حاضرة ولكنها اصطدت بوسليو خالد يحبذ المساحات ويحبذ هذه الأماكن. بوسليو خالد بشكل ذكي يلعب الكرة هل ستعود إليه؟ عادت إليه داخل منطقة الجزاء فرصة وعناصر السي ار بي من خلال الهجمة الأولى بواسطة عمر بورديم والتوزيع الأرضية الذكية الانطلاق وجد المساحة من أمامه وليد أرجي ومحاولة الورور والتوزيع فرصة كبيرة ضاعت توزيع بالمقاس هذه لا تضيع يا بن عياد وبن حمو وهنا قطعت الكرة وتحولت في هجمة خطيرة يقودها يايا محاولة ينفذ الكرة بكير داخل منطقة الجزاء فرصة ومتابعة تأتي نعرفه ونعرف قوته وتحولت في هجمة معاكسة لمصلحة النصرية هنا والدفاع في المباراة يعطي إشارة التنفيذ تلعب طويلة الكرة أمامية سهلة للحارس بن شليف فهد نصر حسين داي أقول من سيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء متابعة بالراس من قبل طفل مصلحة النصرية وإمكانية موجودة لبلودان داخل منطقة الجزاء الموقف وأنقذ الشباب من أول أهداف المباراة وجد هنا بورديم غير بشكل رائع داخل منطقة الجزاء دسة قوية واحدة من لعبة واحدة شمس الدين نساخ وجد نفسه متحررا داخل منطقة جزاء نصر حسين داي روض واستقبل الكرة وسدد بشكل مباشر وأعلن عن تقدم الشباب في هذه المباراة لم نشاهد الشباب كثيرا لكن النصرية مر بشكل رائع أبو سالم التوزيعة حاضرة داخل منطقة الجزاء بن عياد على الجهة اليسرى يأتي المساندة من أقول يفضل التوزيع إلى رشيد ناجي داخل منطقة